بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اشكر ابونا داود ان هو اداني الكلمه، انا غير مستحق يعني، انا محتاج اتعلم، احنا جايين من مصر نتعلم منكم يعني. انجيل النهارده هو دعوه لاوي، السيد المسيح بيدعو إنسان قاعد على مكان الجباية وبيقول له تعالى. هذا الإنسان كان له شوية مواصفات، كان عشار، والعشار طب ده موظف رسمي في الدولة الرومانية يجمع الضرائب ويديها للدولة، وكان مشهور دايماً العشار بأنه قاسي وعنيف وظالم عشان يقدر يقوم بالمهمة بتاعته، زي مأمور ضرائب كده بس يعني على أشد شوية. وكمان لاوي، كلمة لاوي ده اسمه الأصلي معناها مقترن، ومعناها أنه مخصص للرب وخدمته. ولوقا ومرقص ذكرونا بالاسم ده تكريما له. وكمان متى اسمه اللي كان بيعرف بيه واللي ارتبط بوظيفته كعشار اما الرب دعاه. يعني ايه متى؟ متى يعني عطية الله. وكأن ربنا بدعوته أشبع قلبه كعطية إلهية حسب اسمه، يعني عطية الله، فشال من نفسه كله الشوائب اللي شوائب عمله كعشار. كمان اتقابلوا عند الجباية، مكان الجباية، في تناقض ما بين لاوي والجباية، زي ما تقول واحد مثلا اسمه مرقص وقاعد في خمارة، فاسمه مرقص وقاعد في مكان مش كويس، فاسمه لاوي وقاعد في مكان الجباية، قاعد ياخد ضرائب، اسمه مش لايق على مكان يعني، لأن الاسم ده معروف أنه مخصص لربنا للهيكل، خدمة ربنا، اللاويين معروفين أنهم شمامسة الهيكل. فهو اسم مش على مسمى يعني، هو ايه قاعد في جباية وفي نفس الوقت اسمه لاوي. ربنا يسوع المسيح نظر له نظرة فاحصة مش صدفة، ربنا كده له ساعات نظرات، ينظر للسامرية، ينظر لزكة، ينظر لمتة، ينظر نظرة كده ايه دقيقة يعني، مش نظرة سطحية، لا نظرة عميقة كده تدخل إلى أعماق النفس. كمان دعاه عشان يتبعه. طب ما ربنا دعا ناس كتير، دعا الشاب الغني ودعا ناس كتير عشان تتبعه، في ناس رفضت، اللي رفض عشان بيحب الفلوس، واللي رفض عشان مش عارف لسه متجوز جديد، واللي رفض عشان شاري شوية حيوانات هيروح يفحصها، ناس اعتذرت، لكن ده ربنا قال له تعالى، ففعلا سمع الكلام لأنه بيحب ربنا يسوع المسيح. لوي طيب أما تبع المسيح عمل إيه بقى؟ عمل شوية حاجات. أول حاجة قام، كان ممكن يرفض، كان ممكن يعتذر، كان ممكن يؤجل، كان ممكن يناقش انت رايح فين وجاي منين وهتوديني فين وهتأكلني ازاي وهتشربني ازاي وانا عندي بيت وانا عندي اولاد، يناقش مناقشة. انما ده ما عملش حاجة خالص، قام لاوي في الحال وتبع السيد المسيح، وترك زكى، ترك نص أمواله
وأربعة أضعاف للي ظلمه. بولس الرسول ترك من أجل المسيح، لاوي ترك كل شيء من أجل المسيح. كمان غرم، عمل عزومة وعزم السيد المسيح ودعا إليها زملائه من العشرين السابقين. فرحان بقى، فرحان بواحد بيعمل له عزومة ويكرمه، ده معناه أنه متنازل وخاضع له وإخلاص وخضوع. العزومة دي لها معاني كتير خالص. وكمان يعرف الناس، يعني يعرف الناس أن المسيح جه عنده، عايز يعرف العشرين والخطاة زي السامرية أما عرفت البلد كلها بالسيد المسيح. برضو هنا لاوي متى العشار أو متى الإنجيلي عايز يعرف الناس أصحابه بمعرفة السيد المسيح، وعايز يعمل عزومة ويدعو أصدقائه زي ما فعل في لوبوس في تبشيره نثنائيل بالمسيح. إيه المقصود باتباعنا المسيح؟ إيه المقصود باتباعنا المسيح؟ يعني إيه واحد بيتبع المسيح؟ أول حاجة يا أحبائي باتباعنا للمسيح إن إحنا نؤمن بيه، إن إحنا نؤمن بيه. كل واحد فينا كده لازم يحط في قلبه عشان أنا أتبع المسيح لازم أؤمن بيه كويس، ومش أؤمن بيه إيمان عقلي بالفكر بس وبالعقل بس، لا بالحياة. أؤمن بيه كإله وكخالق وكديان وكمخلص. يقول الكتاب إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. يبقى أول حاجة عشان أتبع المسيح لازم أؤمن بيه. تاني حاجة لازم أحبه. المحبة قوية كالموت. يقول بولس الرسول من سيفصلنا عن مين؟ حبة المسيح. أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف. يبقى لازم أؤمن بيه ولازم أحبه. حاجة تالتة لازم يبقى لي شركة معاه، في شركة بيني وبينه، مش بس أؤمن وأحبه، لازم يبقى فيه بيننا وبين بعض شركة، زي ما نكون عاملين شركة مع بعض. زي إيليا النبي ما كان بيقول كده دايما في كلمة مشهورة له، يقولك حي هو الرب الجنود الذي أنا واقف أمامه. طب يا عم يعني انساه شوية. لا 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 لا، حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. شركة بينه وبين إيه؟ شركة بينه وبين ربنا. رابع حاجة العمل بوصاياه، ولازم أحب بنفذ الوصية. إن أحبني أحد يحفظ كلامي وإليه نأتي وعنده نصنع إيه؟ منزلا. خامس حاجة قداسة الحياة، لازم الإنسان يعيش في حياة مقدسة. يقول الكتاب نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم إيه؟ قديسين في كل سيرة. ولازم أتعلم منه وأتمثل به. يقول تعلموا مني لأني وضيع ومتواضع للقلب. اللي يتبع المسيح عليه واجبات، يبكر لازم ما يأجلش، يبقى عنده هدف ما يرجعش في كلامه. يعني متى ده تخيله كده بعد ما ساب مكان الجباية، قال له ده الجباية أحسن لما أرجع بقى وشوف الموضوع ده بتاع الجباية ده إيه. يبقى منظره وحش خالص. فلا رجوع. البذل والعطاء والتألم من أجل المسيح والجمع معه، لأن متى كان بيجمع معاه، من لا يجمع معي فهو يفرق. اتباع المسيح له بركات، شرف عظيم أن يتبع الإنسان الرب الإله القدوس الملك الملوك. اتباع المسيح في أمان. يقول إن نزل علي جيش فلا أخاف قلبي.
استنارة، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. فرح حقيقي سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. ونستعد طبعا ببركات اتباع المسيح، نستعد لملاقاة الرب عند مجيئه العظيم والدخول معه في المجد. ياريت كلنا نتأمل في قصة متى دي ونعمل زيه، نعمل زيه عشان ناخد بركات لاتباع المسيح. بركة معلمنا متى الرسول وبركة إنجيل هذا الصباح المبارك فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.